عودا حميدا عباقرة مدرسة بهجة العلم للتعليم الأساسي. قبل العودة يجب التأكد من استعداد الطلاب بشراء اللوازم المدرسية الضرورية وتجهيز حقائبهم. بعد فترة العطلة قد تواجه الطلاب تحديات، ومن المهم تحفيزهم ودعمهم للتغلب عليها. ضرورة وجود جدول زمني للواجبات المدرسية لتنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية. نصيحة للتركيز والانضباط في الصفوف من اليول حتى الراتب الأساسي هي متابعة. يجب على الأهل متابعة تقدم أبنائهم دراسياً وتقديم الدعم اللازم لهم. الراحة والتغذية السليمة تلعبان دوراً هاماً في تعزيز تحصيل الطلاب الدراسي. تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المدرسية يساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتشاف مواهبهم. نود إعلامكم أن الحافلات تنطلق في الساعة 6:30 للنقلة الأولى، كما أن الطابور يبدأ في الساعة 7:10.